بس ليها ظلم كثيرة وتأخر كثيرا، ولكن بدخول شركة برزنتيشن أكيد الشكل هيتغير. ودي نجماتنا طبعا، نجمات النادي الأهلي وهم على منصة التتويج. وزي ما احنا شايفين هنا طبعا المهندس خالد رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، ومعالي الوزير العام فاروق، والأستاذ محمد الضماطي، والمدير التنفيذي أحمد عبد الدايم، كابتن أحمد عبد الدايم مدير تنفيذي اتحاد الكرة الطائرة، وكابتن هناء حمزة أيضا متواجدين بشكل كبير يعني تسليم الجوائز. والشكل الحقيقة جميل يعني تنظيم وتسليم الميداليات شكل منظم جدا. والمستفيد الأول والأخير هي كرة الطائرة المصرية بشكل كبير. وزي ما شايفين مع حضراتكم لسه بنتابع طبعا من أرض الملعب مراسم تسليم الجوائز والميداليات للثلاث فرق الأبطال. يمكن ندى بيتهيألي يعني خلاص الموسم كده خلص بالنسبة للكرة الطائرة، احنا ياخدوا بقى شوية ياخدوا أجازة شوية بقى، ياخدوا أجازة بقى، بس لسه الرجال ما خدوش أجازة، عندهم قبل النهائي والنهائي إن شاء الله كويس. عندهم قبل النهائي والنهائي إن شاء الله بإذن الله، في حالة فوز في قبل النهائي يعني إن شاء الله يكون عندهم برضو مباراة النهائي. لسه الموسم ما انتهاش، لو الطائرة إن شاء الله وفقت رجال بيتهيألي كده مفيش بطولة راحت من الطائرة رجال وسيدات. ده حقيقي إن شاء الله ربنا يوفقهم ويحققوا كمان العلامات كاملة. احنا كلنا ثقة فيهم، هم فرقة كلهم ما شاء الله رجالة وقد المسؤولية، ودايما بيكونوا عند حسن ظننا يعني عمرهم ما خيبوا ظننا فيهم يعني، فربنا يوفقهم إن شاء الله في السيمي فاينل والفاينل وياخدوا الكاس هم كمان زي السيدات. مفيش غير بطولة واحدة ما شاركناش فيها، مش ما خسرناش ما شاركناش فيها، وهي البطولة العربية للرجال. طيب انا شايف ان احنا نروح نسيب الساده المشاهدين مع مراسم التتويج، نعيش مع اللحظات دي وارجع لحضراتكم.